شغل صالح الحطب بيشتغل بالبنزين. عندك عدة أنواع، هادو مخصصين للتقليم مش للأشجار الكبيرة. عندك هذا تزهم بيد واحد، وعندك هذه الحشاشة، هذه ممكن تحول من شاخ خشب ثاني. كي نركبوا لها الجهاز هذا أداة هذه، وإلا هذه، هذه تولي كي تركب هذا تولي تحش الخشب. هذا هو المنشار المحمول، هذا تاع الخشب يمشي بنزين. حاجه خفيفه، متقنه الصنع، ممتازه، وما تستهلكش بزاف ليسانس، وتقدر تطلع بها للشجره. وهذه واش نديرو لها؟ هذه نبدلو لها، نحيو لها لاتات ونركبو هذا المنشار. نحيو لاتات هذه هكذا، ركبنا أداة المنشار، تحولت الحشاشة لمنشار هكذا، ما طلعش الشجرة تحش الأغصان مثلا الزيتون ولا من الأرض. نبدلو الديسك تاع الحشيش بالديسك تاع الحطب، تولي آلة حش خشب ثاني. نفتحو الديسك بهذه الطريقة هكذا، بدلنا هكذا ولات آلة حش خشب. بدلنا الديسك تاع الحشيش، الديسك تاع الخشب، شوفوا لا منشار نفس السلسله، ديسك ركبوا له، شوف حولوا الديسك لمنشار خشب، ها ركبوا له السلسله الخشب، هاي السلسله هنا نفسها، هنا هاي في المنشار، نفسها. المهتم يتصل بنا، توصل لكل الولايات.